إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. ديال المحبة، بس عارف انتي راك ساكنة عندي هنا بلا شهادة ديال السكنة. اش ندير كبيتازي؟ اشي غادي تخلي بين طوبيل من كان بيدوك ولا فيهم غادي يجي نقتل من تحت رجلي، فهمتي ولا لا؟ صافي فهمت، فهمت مزيان، وشوف فيها أنا نروح بين مزيان ونخلص خلاص، خلص مزيان، أنايا بطبيعة حسنة، وكنقسم بس ديك السمون وزارة الترمية، ما نحط عليك يدي، غنضربو البيت في الحال. لا راه باين أنا اللي غنضرب أمك، حتى تمشي عند أمك لا باش تديش يدك عندك، عندك ولا عندك السيدة جايني مرض هذيك عبارة على الوالدة ديالهم، الحق هو من يصبروا معاك. صافي. العمل بعنوان بغي يقول شي حاجة وحشم هو تأليف وإخراج عمر الجدلي، بطولة كل من عبد الرحيم منياري، محمد الأتير، زايا الزايري، مونيا المكيمل، عايدة الفنانة الرسامة الحبيسة ديال ربعة الحيوط بسبب وصية خلاها ليها باها باش ما تخرج ما تدرج حتى يجي شي ولد الناس اللي يسترها. لوغ عايدة مولات الخال كان عندها مشكل مع هاد الافخاص ديال شكون يسرني، علاش غيسرني؟ انا ماشي معيوبه، انا فاعله وسط المجتمع، انا فنانه، انا انسانه ناضجه، من حقي نختار شريك الحياه. كنشوفوها كتخبط وسط الصراع ديال عمامها اللي طامعين في الورد، رغبتها هي انها تستقل، ميمتها مسكينه اللي كفيفه ما كتشوفش، لوغ الصراع كامل في قالب درامي كوميدي هزلي تتفرجوا فيه وتكتشفوا باقي القصه. في مسرح محمد الخامس، والمناسبة شرط شكرا أيضا للسيد مدير مسرح محمد الخامس ومن خلاله كافة العاملين بهذا الفضاء الجميل. بدعم من وزارة الثقافة وبدعم من مجلس مقاطعة حسان وبتعاون مع مسرح محمد الخامس قدمت لكم فرقة مسرح غرناطة مسرحيتها بورتري بغي يقول شي حاجة وحشم. المسرحية هي من تأليف
الفنانة السوسية الجميلة زاهية زاهري. الفنانة المتألقة الصديقة العزيزة مونيا المكمل. والفنان الكبير صاحب القلب الكبير وصاحب العطاء الوافر الأستاذ محمد الأثير. أستاذنا وصديقنا فنان كبير بكل المقاييس رئيس مسرح غرناطة صديقي العزيز عبد الرحيم منياري. السينوغرافيا هذا العمل من توقيع الفنان الحسين الهوفي، الأغاني من توقيع الفنان الخشبة الفنان عبد الرحيم الزبيري. عبد الرحيم، في التمويج الصوتي الفنان عبد اللطيف رداجي. شكرا عبد اللطيف. في المحافظة العامة فنان أيوب الوردي. أيوب، بغيت نشكر شكر خاص مرة أخرى مجلس مقاطعة حسان السيد الرئيس ومن خلاله كل المستشارين وكل الموظفين، شكرا جزيلا على كرمكم وعلى دعوتكم. شكر جزيل لتقنيي المسرح مسرح محمد الخامس الشيخ عزيز ومن خلاله كل أصدقاء تقنيين وما أسرة وحدة وأسرتنا وأصدقائنا، شكرا لكم. مساء الخير سيد رئيس شرفنا، الله يخليك. المسرحية كانت من تأليف وإخراج الأستاذ الشاعر المثقف المراكشي الجميل عمر جدي، وخادم هادي جمهور. شكرا للدكتورة صفاء العادل الغزلان الحسن الكل اللي جاء. شكرا للحضور الكريم، صراحة احنا جيت سعداء لهذا الحفل. بالمناسبة كنشكر كافة أعضاء مجلس مقاطعة حسان، إدارة كذلك، على الدعم ديالها للميدان الثقافي، وهذه ما هي إلا بداية ومستقبل إن شاء الله مع الفن ومع الفنانين. سعداء كذلك بلقائنا مع المجموعة الخيرة من الفنانين اللي استضفتهم، وكانت البداية رائعة، وتنتمنى أن الاستمرارية ديال هذا الميدان الفني والثقافي اللي غادي فيه مقاطعة حسان. شكرا الأخ المنياري، وأنا سعيد جدا بتواجدك معنا اليوم في الرباط. وحنا ما أحوجنا بحال الناس هكا اللي كيشجعوا الثقافة والمثقفين والمسرحيين والمسرح. شكرا سيد الرئيس مرة أخرى على الثقة. كنتمنى أن نكونوا عند حسن ظن الجمهور، ونكونوا أننا دخلنا عليكم البسمة، وسمحوا لنا إلى قصرنا حقكم. شكرا بزاف. العمل راك شتي العمل بروتري، بغا يقول شي حاجه وحشم، عمل متميز، عمل يعني اللي راه شتي رده الفعل ديال الجمهور معاه، فانا سعيد جدا اني تنشارك فيه. كنشارك بجانب مجموعه ديال واحد التله ديال الممثلين المتميزين، مويا مكمل والمنياري والاخ الزايا، فسعيد جدا انني انا معاهم. ثاني راك شتي الموضوع يتطرق لعده قضايا، من الموضوع الاساسي والمهم جدا هو المراه، فاللي تناولوا الاخ المخرج والفنان المتميز جدلي بواحد الطريقه جميله جدا. تنتمنى انه يكون لقاء، وبالطبع لانه رده الفعل الجمهور كانت واضحه، ماشي هذا غرور ولا شي حاجه، بالعكس هو انه قناعه اننا قدرنا نحققوا داك الشيء اللي بغينا في حياتنا. الجديد هو على المسرح، ديما في المسرح، ما عنديش شي حاجه من غير المسرح. لأن الان مازال وصلت واحد الحلقه نموذجيه ديال واحد سيتكوم، نتمنى انه تقبل ونشتغلوا في هذا اللي كنطلبوا صافي. وتنشكر الاخوان كلهم الفنانه، تحيه لهم من هذا المنبر والله يحفظك. شكرا. مسرحيه
بورتري بغي يقول شي حاجه وحشم هي من تاليف واخراج الاستاذ عمر الجدلي. يشاركني فيها كل من السي محمد الاثير ومونيا المكمل والزاهيه زهير. مسرحيه تحكي على مجموعه من القضايا الانسانيه اللي كتعالج مواضيع شتى، خصوصا مواضيع ديال الحب العذري ومواضيع ديال الزواج ومواضيع ديال المراه وقيمتها في الحياة وكيفاش ما خصهاش نبقاو سادين عليها وكيفاش ما خصها تكون عندها الحقوق ديالها كاملة والرغبة ديالها أنها خصها تنفذ وما نكونش مضغوط عليها. فعمل في قالب كوميدي تنتمنى أنه يلقى الصدى ديالو عند الجمهور الحبيب. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.